السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخباركم شباب إن شاء الله طيبين إن شاء الله بخير وش مسوين معاكم دكتور شارك من قناة ماندوز جيمز وجيم بلاي باتل فيلد 3 آه بسنايبر اللي ما أدري وش اسمه ما مو بجالس أشوف الجيم الحين آه طبعا آه راح أحاول أجمع مقاطع مختلفة من أكثر من جيم بلي. مثلا ممكن تكون أكثر من جهاز على البلاي ستيشن على الإكس بوكس ااا آه لسبب اني سيء في السنايبر طبعا سيء في التصويب او حساب البولي دروب اللي هي بالعربي آه شو اسمه ذا <applause> معدل سرعة الرصاص مع الجاذبية ونزولها وشغلات فيزيائية انا لسه ما اتقنتها في اللعبة للاسف ف اليوم شرح الكلاس ريكون اللي اكثركم منتظره مع ما اعرف ليه طبعا الكثير منتظره الكثير يقول في الفيديو اللي طاف ننتظر كلاس الريكون ننتظر كلاس الريكون ما ادري ليه طبعا فاليوم شرح كلاس الريكون طبعا راح احاول اغطي اكثر قدر ممكن اسف على السكوت اللي صار ذا ما ادري اللي صار فيه راح احاول اغطي اكبر قدر ممكن من اللي عارفه فكلاس الريكون طبعا نبتدي بالاسلحه أه طبعا اسلحه الريكون كلها سنايبر رايفلز أه طبعا تختلف عن الاسلحه اللي تكون من أه من اكثر تركب على اي كلاس مثلا يعني عندك اليو ام بي عندك بي زد لا بي زد تبع الإنجرير ما ادري في اسلحه يعني تقدر تستخدمها مع اكثر من كلاس فما اتكلم عن هذه الاسلحه اتكلم عن الاسلحه الخاصه بريكون اللي هي السنايبر رايفلز او القناصات قلنا حلوة حلو هذي قلنا صوت <applause> ف نفس السنايبرز تختلف في نفس كلاس الريكون انها تكون مره س... مو مو مرة يعني بعضها يكون سيمي اوتوماتيك بعضها يكون بولت اكشن طبعا السيمي اوتوماتيك تقدر تطلق لين ما يخلص الكليب او المشط مو بشرط انك تعشق طلقة مو مثل البولت اكشن كل ما تطلق لازم تشيل السكوب وتعشق لكن في اضافه راح اتكلم عنها بعدين تقدر تعشق وانت تثبت بالسكوب طبعا اسلحة السيمي اوتوماتيك الكثير ما يفضلها وحتى انا من الاشخاص اللي ما يفضلون اسلحة السيمي اوتوماتيك ف يعني ما احس اني العب سنايبر الا اذا كنت تستخدم بولت اكشن سنايبر ف يعني اذا ما تشوفه عشيقة وتسمع صوت عشيقة ما تحس انك تلعب سنايبر ف افضل البولت اكشن طبعا خصوصا البولت اكشن اسلحه الاس في 98 الام 98B والال 96 طبعا الال 96 من اسلحة اتوقع من اسلحة باك تو كاركند من اسلحة باك تو كاركند فاللي معه الاضافة انصحه يجرب ال 96 ف الفرق بين الاسلحة اللي ذكرتها وسرعة الرصاصة وقوتها وهذا الشيء ياثر تاثير قوي على انحدار الرصاصة مع المسافة اللي هو البوليد دروب والاقوى بينهم هو الام 90 ام 98 b والاضعف هو الاس في طبعا في البولت اكشن اتكلم عن البولت اكشن ما اتكلم عن السيمي اوتوماتيك فلما تيجي تثبت على العدو على عدو بعيد آه اذا جيت ترفع السكوب تفرق اذا كنت تستخدم الام 98 b آه وال 96 وال اس في 98 تفرق فمثلا الام 98 بي راح ترفعها اقل من اي سنايبر ثاني لان لانه يطلق الرصاص بسرعه وقوه جدا فلما تيجي ترفع السكوب في الاس في SV مثلا اس في 98 راح ترفعها اكثر ف من البول دروب ف يعني, يعني مو محترف كثير في السنايبر وما اعرف شلون تحسب البول دروب الا اذا تطلق اطلق واشوف الرصاص وين راحت بعدين مثل <applause> الاكثريه يعني بعدين اشوف وين راح بعدين احسبها فهذا الكلام تقريبا كل اللي عندي على على الاسلحه فعندي كم نقطه احب اوضحها آه ان الان بعد التحديث اللي شاف فيديو ابو عليان طبعا يعرف انا ايش راح اتكلم عن عنا الحين انك اذا جيت تلعب بسنابر حاول تضيف معك مضاد السبريشن بيرك او اضافه مضاد السبريشن والسبريشن هو التشتيت اللي يصيبك من رصاص العدو اللي رصاص العدو اللي يمر من جنبك تشوش عليك تشوش الشاشة عندك ف او تتشتت الان بعد التحديث اذا كان عليك سبريشن ما راح يكون الرصاص اللي تطلقه في المكان اللي انت مثبت فيه لانك مشوش ومشتت يعني حاولوا يخلون اللعبه واقعيه اكثر ف تحتاج إضافة مضاد الإضافة المضادة للسبريشن عشان تفيدك فإنك تكون أدق زيادة اللي ما يعرف شكل الإضافة هو أو بيرك ممكن البعض يسموها مع إني ما أحب أسميها بيرك شكلها يكون ثلاث أسهم على تحت وعليها علامة مثل ممنوع ممنوع التدخين <applause> يعني ف... أهم شي تفهمون يعني لكن الإضافة ما راح تفيدك كثير إذا كان عدوك عنده إضافة السبريشن الزيادة اللي هي ثلاث خطوط آه لتحت بس ما عليها علامة ممنوع طبعا آه بالنسبة للإضافات الـ على السنايبر أول السكوب السكوب يعتمد على طريقة لعبك وعلى الماب إذا كان كبير بالنسبة لي خذ لك سكوب آه 12 آه إذا كان متوسط سكوب 7 آه كويس ينفع حتى سكوب 12 اذا كان الماب صغير او تلعب تيم دث ماتش انصح انك تاخذ سكوب اربعة حلو يعني فالسكوب يعتمد على الشخص وطريقة لعبه وعلى الماب بشكل ثانوي يعني اما اذا كنت تبي تجرب الحرب العالمية الاولى <applause> الحرب العالمية الاولى تقدر تشيل السكوب وتلعب الايرون سايت او شو اسمها بالعربي النظر الحديدي للسنايبر <applause> ف طبعا اللي ما يدري ان القناصين كانوا في الحرب العالميه الاولى كانوا يقنصون بدون سكوب آه لسه يعني ما جتهم اتوقع فكره السكوب ذيك الايام فما كانوا يفكرون يعني <applause> فكان آه القنص عندهم يعني فن ودقه ذيك الايام فكان في قناص مشهور اذكر في الحرب العالميه الاولى ما اذكر اسمه بالضبط لكن اذكر لقبه كان يلقب بالموت الابيض او في الشبح الابيض الموت الابيض اتوقع شيء مثل كذا لانه كان يتخبى في الثلج وكانت الحرب العالمية الأولى في في, في كان من ضمنها حرب او معركة معركة الشتاء اتوقع اسمها كذا. فكان يتخبى في الثلج وكان يمشي يعني دايم بروحه وسجله حافل بالقتل مثل ما يقولون. وحصل على ميداليات كثيرة من, من بلده ومن قوة ذكاء يعني اذا كان يتخبى في الثلج يحطه في ثمه آه، ثلج عشان لا يطلع بخار التنفس وما ينكشف يعني و... مثل ما قلت سجل كان حافل و... بالقتل وكان يمشي بروحه ما مع حد معاه يعني بروحه في الغابات الثلجيه كذا ف يعني شويه عن يعني افضل قناص في العالم <applause> طبعا كان فنلندي وكانت كان فنلندي ولا كان فنلندي كانت الحرب ضد روسيا يعني. ضد مو ضد روسيا ضد الاتحاد السوفيتي ذيك الايام فمعلومه قاريها يعني حبيت اذكرها عارف اني شطحت على الموضوع بس كان الموضوع سنايبر يعني فا ايش كنا نقول سكوب ايوه افضل اضافه ايضا غير سكوب اضافه ستريت بولت اتوقع ستريت بولت او ستريت اكشن شي مثل كذا هي الاضافه اللي تخليك تعشق حتى اذا كنت تثبت تفيدك كثير في الاوقات اللي اذا كنت ما تبي تشيل السكوب فيها اما الاضافه الثالثه ف اختار انت على حسب بين البايبود والليزر لكن انا افضل الليزر صحيح ان البايبود يعطيك ادق واثبت لكنه يعيق الحركة بالنسبة لي اذا كل ما جيت تثبت واذا كنت تحت شي حط البايبود فالليزر افضل لانك تشوف مثلا نفس نقطة الليزر علي, على العدو فتعرف انها راح تصيبه اذا كان قريب فمن الاضافات اللي ما انصح بها هي السب هي السب فلاش سابرسر اللي ما يخليك تشوف الرصاصة من راحت اذا اطلقت فهذه يعتبرها مشكله للاشخاص اللي مو محترفين لكن المحترفين يعني شيء كويس انها يستخدم هذه الاضافه ف بالنسبه للاشياء اللي يحملها مع كلاس الريكون هي تي يو جي اس اتوقع اسمها كذا اللي هو الموشن سنسر اللي يبين لك الاعداء القريبة منك في الخريطة ويفيدك اذا كنت مكمبر طبعا بزاوية في مكان بحيث انه ما احد يجيك غدر وياخذك بنايف. ومن الاشياء ايضا اللي ياخذها الريكون هي اللي تكون معها الريكون اهم شيء سبون بيكن وهذه سبون بيكن شيء حلو ومفيد جدا. وهي هذا الدش اللي تحطه على الارض اذا بغيت انت واخوياك تقدر تنزل عليه. يفيد جدا في طور كونكويست خاصة في المابات الضيقة مثل ماب اوبريشن مترو اذا كان فريقك محشور آه اذا قدرت انك تنحاش وتروح الجهة الثانية تحت سبون بيكن ممكن تقلب النتيجة وكذا الفريق الثاني هو اللي ينحشر يصير اذا لعبتها صح وخ... انت واخوياك طبعا اذا كنت بروحك ما تفيد لاني جربتها بروحي ما فادت من <applause> الاشياء ايضا اللي يحملها الريكون هي السوفلام وتفيد جدا اذا كان آه او ديزاينيتر اذا كان احد فريقكم معه جافلن او دبابه فيها جايد تشيل او اي اي صواريخ حراريه تفيد اذا كنت تبي تتخلص بشكل اسرع من المركبات الجويه والارضيه ايضا اخر شيء هو الام في وهي الطائرة الاستطلاع الصغيره دي الان بعد التحديث ما تقدر تذبح بها مثل اول ما تقدر تستخدمها كمصعد فصارت الحين تستخدم لهدفها الوحيد هو الاستطلاع والسبوت و... يعني بس هذه شغلتها الوحيده الحين صارت اسف على الشرح اللي كذا اني مو بخبره كثير في الريكون طبعا اللي يسال متى اقدر استخدم الريكون اقول لك تقدر تستخدم الريكون في اي طور في اي وقت بس يا ليت انك ما تستخدمها الا اذا كنت تعرف تقنص يعني بس يعني لا تجلس في اخر الماب وتشوف فريقك يخسر وانت جالس مكانك اذا حسيت ان الفريق يخسر غير كلاسك او تقدم شوي حاول تعدل النتيجه بعدين ارجع وقنص يعني ما في مشكله وانا بالغالب استخدم ريكون اذا في اذا كان في سنايبر مضايقني او مضايق الفريق اللي انا فيه عشان ننزله من مكانه طبعا <applause> او نشتت عشان مثلا نزل القنبلة اذا ما قدرنا نذبحه يعني ولا ريكون بالنسبة لي مركون يعني للأسف لاني مو مب... قناص كويس لكن راح احاول الايام الجاية اني العب فيه واطور من لعبي اتمنى اني وفيت في شرح كل كلاس مع اني هذا الكلاس احس اني ما شرحت فيه كويس يعني واذا تبون شرح اي شيء في اللعبه اذا اعرفه راح اشرحه لكم اتركوا لي في الكومنتس طبعا اذا ما اعرفه راح اتعلمه واشرحه لكم ممكن البعض يتذكر اني قلت من قبل اني راح اسوي شرح لقياده الهليكوبترز انا عندي فيديو جاهز مع طريقه حركه الهليكوبتر لكن انتظروا شوي على ما نزل لان شرح القياده يبيله شويه تفصيل اتمنى عجبكم المقطع يا شباب اتمنى انكم ما تقصرون معي باللايك والمفضله وتعليقاتكم الحلوه كان معاكم دكتور شارك من قناه مادوز جيمز سلام عليكم <applause> باقي لي يعني هذا آخر آخر مرحلة أكمل المرحلة هذه